السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بيكم مع فيديو جديد. النهاردة هنشرح برنامج جديد أنا بعتبره من أفضل برامج اللي أنا قابلتها في الفترة الأخيرة، برنامج ترجمة. يعني مش ممكن الواحد هيتخيل الميزات الموجودة في البرنامج ده. التطبيق دوت أنت بتنزله من على متجر بلاي بسهولة جدا، بتكتب هناوت يو ديكشنري، لما بتكتب بس كده هيطلع لك أول مقترح اهوت، هتدوس عليه كده تمام وتبدأ تثبت التطبيق بسهولة جدا وتبدأ تعمل فتح للتطبيق لأول مرة. زي ما احنا شايفين طبعا التطبيق بيفتح معنا لأول مرة اهوت، ندوس التالي، هو بيعرض عليك الشغل البرنامج يعني ازاي، وندوس تم الإنجاز. نبدأ بقى نشوف البرنامج المترجم ده يعني مميزاته قد ايه وشغله. يعني بصراحة انا مش يعني تطبيق رهيب جميل جدا. يعني في عندك ترجمة سحرية، لو ضغطنا على الترجمة السحرية ديت مثلا هيجيب لك زي نافذة كده على اليمين كده زي القوس ده زي ما انت شايفين كده، بيجيبه على الكلام الانجليزي اللي انت عايز تترجمه هيترجمه لك فورا. يعني طبعا هو عايز اذونات فتعمل تعيين اذونات ونعمل له سماح بالاذن ونرجع للتطبيق تاني تمام. وامكانية الوصول برضو عايزين نديلها، المفروض نديله برضو سماح. اهي الخدمات اهيت، بعد كده يو ديكشنري هنعمل له تفعيل وسماح بس خلاص كده الجهاز البرنامج ان شاء الله. دي اول مره بس الحاجات دي، بعد كده بيشتغل معاك عادي جدا بدون اي مشكله. زي ما احنا قلنا قبل كده اول ميزه في طبعا لو انت عايز تترجم اي كلمه تكتبها عادي زي ما انت عايز تكتب الكلمه اللي انت عايزها، مثلا مان مثلا، اي كلمه انت عايز تترجمها وتكتب وتدوس سيرش هيطلع لك الترجمه بتاعت الكلمه بالتفصيل، ولو لها اي اقتراح في الترجمه كمان هيجيبه لك كمان. ده بالنسبه للواجهه الرئيسيه بتاعت البرنامج. اما الميزه بقى الخطيره قوي بتاعتنا اللي هي الترجمه السحريه دي، لو دوسنا عليها كده تمام بيظهر لك على الشمال ان هو اهي، لو دوسنا على السهم ده هيطلع لك الكوره دي وتاخد بقى اللي دي بتسحبها كده وتدوس عليها. هو طبعا بيقول لك اول مره هل تستخدم ترجمه الشاشه، تقول له نعم تمام، بتدوس انت بقى على الكوره دي وتجيبها تسحبها على الكلمه اللي انت عاوز ترجمها. وزي ما انتم شايفين بصوا يا جماعه ترجم لك الكلمه على طول، الجمله الكامله يعني بترجم لك الجمله كامله. شوفوا لو دوسنا هنا اهوت عليها اهوت وجبناها مثلا على الكلمه دي، بصوا يا شباب صوره، يعني دي صوره اهيت عليها اهيت يور اونلي ليميت از يور سول، اهو اللي هو لو جبت الكلمه ديت عليها النافذه دي حدودك الوحيده هي روحك. يعني شوف ترجم لك الكلمه المكتوبه في اعلان تمام زي ما احنا شايفين يا جماعه. برنامج خطير جدا بصراحه، يعني انت لما تستكشفه لوحدك حتى اهو في عندك هنا جمل بالانجليزيات عايزين نعرفها، بتقابلنا طبعا كل الحاجات ديت. لو سحبنا العلامه دي عليه على الكلمه دي شوف الترجمه يا شباب، يوم القيامه مقارنه بالتطوير المنطق، ترجم لك كل حاجه مكتوبه هنا الجمله دي بحالها. طب ناخد دي كده اهيت نفس الكلام، تقدر تعرف ايه الموجود في قلب الاعلان دوت او الفيديو او الصفحه اللي انت عايز تترجمها اهوت. في حاجات مقترحات مقالات مختاره اهوت عشان لو عايز تختبر التطبيق بتدوس عليه كده وتعمل تقف عليه كده بس، ما تعملش اي حاجه اكتر من كده تمام. ده بالنسبه للتطبيق، يعني بصراحه التطبيق فيه مميزات كتير قوي انتوا هتستكشفوها بنفسكم، لكن انا حبيت بس اديكم فكره عنه التطبيق ده يقدر يعمل ايه ويساعدك قد ايه. يعني بصراحه هو تطبيق ممتاز. يعني طبعا ممكن يكون في ناس اتكلمت كتير عن التطبيق دوت ولكن انا حبيت ان انا اشرحه برضو. في حاجه تانية اسمها آلة التصوير بقى، يعني دي الترجمه السحريه اللي احنا قلناها اللي هي الكوره اللي في الجنب دي. آلة التصوير دي لو عندك اي ورقه زي روشته الدكتور او ورقه مكتوبه باللغه الانجليزيه كامله تقدر تدوس على آلة التصوير دي وتدي له طبعا السماح دي لاول مره زي ما قلنا تمام. بتجيب اي ورقه وتحطها تحت الكاميرا كده وتبدا تعمل التقاط تمام يا جماعه. هتجيب كده الكلام دي صفحات عايزين نترجمها بالكامل وتعمل لها التقاط تمام. بتبدا بقى انت هو لقط جزء معين فانت بتوسع على قد ما انت عاوز اهوت بنفس الطريقه اللي انا اللي انتوا شايفينها ديت،
وتبدأ تدوس كلمة ترجمة. شوفوا بيعمل ايه بقى معانا. شوفوا يا شباب، ترجم لك الصفحة بالكامل بالكامل. يعني بص كده، تقدر بقى تاخد نسخ للنص بالكامل اللي هو بتاع الصفحة اللي انت خدتها اهوت، عمل تم النسخ اهوت. شوفوا يا شباب، تطبيق في منتهى الجمال بصراحة. انا يعني مبهور من التطبيق ده بصراحة. تمام، ده بالنسبة للجزء اللي هو بتاع اللي هي آلة التصوير دي. طبعا فيه عندنا برضو حاجة هنا اهوت اسمها اللي هي المحادثة. تمام، اللي هي المحادثة دي لو ضغطنا عليها كده، اهوت بقول لك مرحبا بكم في ترجمة المحادثة. تمام، هو كده طبعا بيقول لك اختار اللغة. خلاص، هو كده انت مختار اصلا. تمام، ونبدأ نضغط عشان نتكلم. يعني شوف هنتكلم باللغة نهين، يعني لو ضغطنا مثلا على اللغة العربية ونتكلم اي جملة هنشوف هيترجمها لنا ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم. شوفوا يا شباب هيعمل ايه دلوقتي. بصوا الترجمة اهو، وممكن كمان ينطقها لو دوست على علامة السماعة دي هينطق لك الجملة اللي انت كتبتها دي. لو انت بتتكلم مع حد وحابب ان انت تقول الكلام وهو هيترجمه لك فورا. تمام، ده بالنسبة معلش الاعلانات الرخمة طبعا بتاعت التطبيق، بس في اعلانات كده. تمام، بعد كده بقى خلاص، يعني هو ده يعتبر دول اهم ثلاث حاجات في التطبيق طبعا، واجملهم زي ما قلت لكم اللي هي العلامة اللي بتبقى في الشمال دي، لما بتدوس عليها بتوديها على المكان اللي انت عايز تترجمه. شوف يا شباب بيعمل ايه، يعني بصراحة تطبيق يعني في منتهى الجمال، يعني تطبيق ممتاز ممتاز ممتاز. ده كان الشرح بتاعنا بتاع النهاردة، واتمنى ان الناس تكون استفادت منه. انا هسيب لكم الرابط بتاع التطبيق في الوصف، ان شاء الله مش هتستغنى عنه ابدا، وهيبقى معاك على جهازك على طول. اتمنى ان الناس استفادت من الفيديو، تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة لو اول مرة تشوفنا. شكرا ليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.